السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كورونا المرة دي جاية تخلص من ناس كتيرة قوي، سبحان الله. اللهم لا شماتة، طبعا محدش بيشمت في حد، يا رب يشفي كل مريض، بس في ناس كتير بتتعاقب بذنوبها. احنا بشر، كلنا بنغلط، ربنا يحوش عننا جميعا. ندخل في الموضوع على طول. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله. سما المصري اتصابت في خبر تداول كام ساعة اللي فاتوا ان سما المصري اتصابت بكورونا وهي داخل سجن القناطر، بس اوضحت بعض المصادر من سما المصري ان هي نقلت الاسبوع الماضي في الماضي المستشفى السجن اللي هو بتاع القناطر. طبعا كان عندها حالة اعياء شديدة جدا، تبين بعدها ايجابية مسحة كورونا العينة بتاعتها. طبعا اخدوا كل الاحتياطات وتم تعقيم السجن وانتقلت هي لمستشفى علشان تتناول بروتوكول العلاج. وبالتالي قررت محكمة القاهرة أمس أيضا تأجيل نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة السب والقذف للإعلامية ريهام سعيد. القضية اللي كانت مرفوعة لحين الفصل في الطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقد، والكلام ده هيكون في جلسة 16 يناير الجاري. هقول حاجة بس، وما ربك غافل عمن يفعل الظالمون. ربنا مش غافل عن أي حاجة بتحصل، وكل واحد ربنا بيخلص منه لو هو أذنب. احنا بشر كلنا بنتمنى لكم دايما الخير والصحة. ان شاء الله هجيب لكم أي معلومات أأكدها لكم بإذن الله. بتمنى لكم كل الصحة وكل التوفيق وكل الخير. شكرا جدا على المتابعة، بتمنى أكون عند حسن ظنكم، أسفة لو طولت شوية. شكرا جدا. عايزة أقول لكم على حاجة كمان، معلش سامحوني، أنا بذلت قصارى جهدي ان انا ادور لها على صور ينفع اتكلم عليها، ما لقيتش والله، فسامحوني لو في صورة مش عجبتكم، بس انا عملت المستحيل علشان الاقي لها صور تنفع ان انا احطها ليها. ربنا يستر علينا جميعا ويسترها عليكم وعلينا، ونشوف الخير دايما ويبعد عننا كورونا وعن اي مرض تاني. شكرا جدا لذوقكم، شكرا، سلام عليكم.